بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن احمد بدر. نور كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن، وبدايه ان شاء الله الموسم جديد. نامل ان هو يكون، طبعا احنا بنحاول ان هو يكون بدون اخطاء تحكيميه. بمناسبه التحكيم، شفت المباراه حتى الان ازاي في الاسبوع الاول؟ طب خلينا الاول بس نبارك النادي الاهلي الاول على الاداء وعلى النتيجه وعلى الاداء الرائع. حتى استمتعنا طبعا بالمباراه، ونقول هارد لك للنادي الاسماعيلي. حضرتك بتسال سؤال عن شوف تحكيم ازاي بقى؟ التحكيم الاسبوع الاول، الاسبوع الاول كابتن ايمن، هو خلينا نقول اول يوم، يعني تقريبا اول يوم كان الكابتن علاء مر بشكل كويس، يعني كان في اخطاء بس ما كانتش مؤثره في نتائج المباراه. والله كان في خطا مؤثر برضو بعض الشيء يا كابتن. احنا بنتكلم في اول يوم يا كابتن، لسه اول يوم غير ثاني. اول يوم ما كانش فيه، كان في مباراه مرت بشكل كويس كابتن. مش اول يوم كان السموحه والاتحاد؟ ما انا هتكلم اهو. طيب اثناء ايوه حاله من الحالات الجدليه اللي هي ركله الجزاء اللي هي بالزبط. كانت في اخر المباراه اللي الحكم حسبها من بره والفار رجع قال له ان مخالفه من جوه. دي يمكن اول مباراه الحاله الوحيده اللي كانت فيها مشكله او حاله كانت جدليه يا كابتن. تاني يوم وهي كانت مباراه الزمالك بالامس، وكانت ام بي والزمالك. لكن هذه المباراه طبعا يعني شهدت اخطاء تحكيميه، وخلينا نتكلم بكل وضوح كابتن بلال كابتن علاء. هنا في نقطه مهمه جدا، قناه النادي الاهلي كابتن احمد هنا والله والله بنقول بمورد الله، وهنا قناه الاهلي احنا بنقف مع الحكام وداعمين لجنه الحكام وبنسند التحكيم المصري. واحنا لما بنجيب الاخطاء كابتن علاء، مش هدفنا ان احنا نجيب اخطاء عشان نقول الحكام اخطات، احنا بنجيب الاخطاء وبنحاول نعالج مشاكل الاخطاء دي وبنحاول نطور من اداء التحكيم. ولكن مباراه بالامس كابتن علاء يا كابتن ايمن كابتن شريف، هناك شهدت بعض الاخطاء التحكيميه الكثيره، خاصه لما تيجي انت النهارده بتدي دقيقتين في الشوط الاول وقت بدل ضائع. دقيقتين ممكن يكون في لاعب اصيب خد دقيقه، يبقى في الاخر خالص لما اجي انا افنش نهايه الشوط الاول يبقى في الدقيقه 48 بفنش يا كابتن احمد. مظبوط. المباراه لما نيجي نقول ان الدقيقه 50 تم احتساب ركله جزاء غير صحيحه بالمره، الكل اجمع يعني هي كتلت بحثا لا توجد ركله جزاء بكل المقاييس. يعني لو قلنا ان هناك مخالفه تسبق ركله جزاء، يعني اولا حد هيقول لي المخالفه الاول ولا اللي تمت قبل ركله الجزاء؟ كان هناك في دفع واضح جدا من الجزيري لمدافع انفي قبل احتساب الركله. صح، دي واحده. طب هتقول لي الدفع بسيط او مش بسيط؟ لا، هم كانوا اثنين مهاجمين واثنين مدافعين يا كابتن احمد. الجزيري النهارده دفع اللاعب المدافع، الدفع النهارده انا رايح لكورتي او رايح اعمل ادافع او اتنافس، الدفع دوت خلاني اسقط، وبالتالي في مخالفه طبقا للبروتوكول. لو هناك مخالفه قبل ركله الجزاء لابد ان انا ارجع احسب المخالفه. هنا الحكم خلى اللعب يتواصل، ثم حصلت لعبه اوباما اللي هي حصل فيها السقوط. السقوط دوت هو سقوط مصنوع، لا توجد مخالفه، لا توجد احتكاك، لا توجد اي شيء من الاشياء اللي اقدر احسب عليها مخالفه. وهنا الحكم حسب ولم يشاهد التفاصيل. طب احنا ما فيش مشكله عندنا، الحكم خد القرار محمود ناجي، لكن هنا بياتي دور الفار. يعني احنا قلنا الفار ليه موجود يا كابتن احمد؟ عشان يصحح ويحقق العداله التحكيميه، بان كان يجب على الفار سريعا نتكلم استدعاء الحكم. يا سيدي هات الحكم من فضلك وهو يرجع يشوف هل المخالفه تستحق ركله الجزاء ولا لا، هل المخالفه تسبقها مخالفه من لاعب الزمالك ولا لا. طبعا دوت ما حصلش، وتم تسجيل هدف من ركله الجزاء. طبعا ده خطا، كان خطا واضح، لا يوجد هناك ركله جزاء خالص. الحاجه الثانيه كابتن، واحنا بنتكلم في الهويه الخاطئه يا كابتن احمد، انا حكم او كابتن احمد بلال حكم، جيت تدي انذار لكابتن عادل، رحت مدين انا. انا ما ارتكبتش مخالفه. ايوه ده كابتن عادل، انا هنا مين يصحح الخطا؟ دي حصلت امبارح. بالظبط، مظبوط. الفار مفروض. والفار ما تدخلش كابتن. لاعب نادي الزمالك اعترض اعتراض، مش عايز اقول لك عليه، اعترض بصوره يعني مبالغ فيها، غير يعني. والحكم هنا كان يجب ان يكون ليه دور، يعني احنا بنتكلم في شخصيه الحكم، لا تسمح ابدا حتى لو انت مخطئ، لا تسمح ان اللاعب يعترض بمثل هذه الاعتراضات الكبيره. وعايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، في اللحظه ديت
ممكن الحكم هو طبعا كل اللي في باله ان محمود علاء هو اللي عمل الفاول هو اللي يستحق الانذار ممكن تطرده ممكن بعد اعتراض كمان محمود علاء اللي هو كان زايد عن حد ممكن يديله كارت احمر انذار في كارت احمر بالظبط انا النهارده بتكلم في الفار طب الفار احنا بنتكلم في اربع حاجات منهم تحديد الهويه الخاطئه لو انا زي ما قلت كابتن احمد بلال الحكم جه يدي عادي راح مديني انا أي. انا بلحقه بقى في الفار اقول له لا اللي ارتكب مخالفه مش نصر عباس ده على الفار يعني عاوز اقول ان كان هناك اخطاء كثيره ولكن بنقول نتمنى التحكيم يمر في الفتره اللي جايه بشكل كويس نروح لمباراه النهارده كابتن ماشي. ايمن ومش مجامل لحد وهنجيب الحالات معايا تسع حالات يا كابتن احمد هجيب الحالات عندنا النهارده محمد عادل كان حكم الميدان معاه احمد توفيق طلب من البحيره كان مساعد رقم واحد ويوسف البساطي مساعد رقم اثنين وعندنا على الفار كان احمد الغندور. من البدايه قبل ما اقول التحليل انا بدي النهارده امتياز 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 لحكم الميدان وحكم الفار كابتن احمد وهنقول ليه امتياز وهنعمل مقارنه في الاخر وهنقول مين افضل حكم ومين افضل مساعد ومين افضل حكم لتقنيه الفار. نروح للحالات اسمحوا لي؟ اتفضل يا كابتن نروح للحالات يلا. خلينا نروح لاول حاله وحاله من الحالات مهمه. شوف القرار شوف الهدوء شوف الثقه شوف القرار شوف الهدوء شوف الثقه تمام ستوب كابتن بلال شفت ايه دايس على رجله واخد ايده هسقف لك طبعا الكل قال لك الايد ده بنالتي مزدوج الايد بس الخطا الاشد قدم القدم برافو كابتن احمد هنا في قدم شوف هنا القدم ثم القدم ثم الشد من الدلاع يعني مخالفه مزدوجه ركل الجزاء لم يتردد محمد عادل نتيجه التمركز الجيد والقراءه الجيده والقرار الصحيح وركله جزاء صحيحه تحتسب للنادي الاهلي نتيجه العرقله بالقدم وبالساق اليسرى في لاعب النادي الاهلي وهنا ركله جزاء صحيحه نمر ونروح خلاص بحييك محمد وده نتيجة جهدك وتعبك في المباراة ركلة جزاء صحيح شوف هنا حالة من الحالات اللي هي مهمة أيضا محمد هنا في مخالفة هل تستوجب البطاقة كابتن شريف ولا لأ نشوف قفشة هنا نشوف ماشي نمشي ستوب قلنا فوت اون فوت يعني هنا أقل حاجة بندي فيها إنذار لأن القدم أو الساق القدم نزلت على القدم وبالتالي هنا كان يعني يستوجب هنا بطاقة صفراء هنا طبعا للاعب نادي الإسماعيلي وهو طبعا احتسب المخالفة ولم يشهر البطاقة الصفراء دي حالة مش هنحاسبك عليها محمد لأن تفاصيلها ما كانتش موجودة ولكن هنا في بطاقة شوف كابتن احنا قلنا في الفرصة الواضحة لابد أن يكون في سيطرة على الكرة ودي مهمة جدا هنا كان ما فيش سيطرة على الكرة نتيجة الكرة النهاردة في مخالفة موجودة لاعب النادي الاهلي هنا نجح في لعب الكره ولكن شوف هنا الفخذ او الركبه في ركبه لاعب النادي الاهلي وهنا المخالفه موجوده والانذار هو انذار مستحق لهذه الحاله لتعطيل الهجوم الواحد. برافو محمد والحاله الثانيه قرارك كان فيها قرار صريح. المخالفه موجوده وتمام القرار كان قرار صحيح. نمر ونروح سريعا للحاله اللي بعد كده. شوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا ونشوف. هنا المساعد رقم واحد احمد توفيق تقريبا طلب كان مساعد رقم واحد وسمح باستمرار لعبه وعمل الديليه هنمشي 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 ولما الكره جت هدف هو اعتقد هنا اشار بالتسلل هنا احمد الغندور على الفار خدت وقت يا كابتن علاء خدت وقت بس احنا قلنا الدقه اهم من السرعه هو خد وقت بس في الاخر خالص بين لنا ان هنا ما كانش في مخالفه تسلل وان هنا هدف هدف صحيح هو غلط هدف صحيح وزي ما قلنا التمركز الخاطئ دايما او عاده بيجيب القرار الخاطئ يا كابتن احمد وهنا هدف صحيح تم احتسابه عن طريق الفار احمد الغندور بشيد بيه النهارده نمر بسرعه ونروح للحاله اللي بعد كده حاله من الحالات ايضا المهمه ونشوف هنا عماد حمدي شوف هنا كابتن شريف نمشي ونشوف القدم نفس الشيء هنا كان يستحق بطاقة والحكم حسب المخالفة بقول محمد دي حالات يجب انك انت تجيب تفاصيلها لان هنا كان في انذار للاعب مروان ولاعب عماد حمدي انذارين مش هنحاسبك عليهم لان كانت المباراة فيها احداث كبيرة وكانت احداث مهمة. يلا خلينا نمر بعد كده للحالة اللي بعد كده. شوف هنا هنا اليو
هنا ارتكب مخالفه، ونشوف هنا يا دوبك هو لطش في الركبه كابتن، وهنا طبقا للقانون التهور موجود كابتن بلال، تهور موجود، انذار صحيح لاليو في هذه اللعبه. شوف هنا هو رايح ما نجحش في لعب الكره، ولكن القدم في الركبه بنعتبر بنقول عليها تهور، يعني ما فيش فيها قوه ولا في فيها عنف. انذار صحيح وانذار تم اشهار. نروح للحاله اللي بعد كده. شوف هنا هو هنا يوسف البساطي من دمياط، الحكم المساعد الثاني شاطر النهارده يا كابتن، وربط كويس قوي 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 قوي، وحاله من الحالات الصعبه جدا جدا جدا. برافو كابتن علاء، واقف صح جدا، برافو برافو برافو. شوف يا كابتن هنا تمركز الحكم المساعد، انا عاوز اسقف له، اسقف له ليه؟ لان حاله من الحالات الصعبه جدا، هي بجزء من الكتف والكتف هنا مشروع ممكن يجيب جون بيه. شوف يا كابتن هنا الكتف هنا الاحمر، الخط الاحمر على الكتف قفشه، وبالتالي هنا تمركز الحكم هنا هايل، والتسلل موجود، والقرار قرار صحيح ليوسف البساطي. خلينا نمر للحاله اللي بعد كده نشوف. يلا هنا نشوف الحاله اللي جايه، وحاله مهمه جدا، يمكن المخرج قطع ما جبناش التفاصيل في البدايه، ولكن اللعبه دي لعبه مهمه كابتن ايمن، بقى احنا عندنا لعبتين مهمين جدا عشان هوضح بالقانون وعن ثقافه تحكيميه مش مجامله. واحده واحده ماشي. خلينا نفرق ما بين اللعب العنيف، اللعب العنيف او القوه الزايده، والحاله دي يعني ايه يا كابتن؟ بس خلاص. هنا علي ديانج، هنا الحكم محمد عادل اشهر الصفره فقط. أي. ثم الحمر. اي يعني الوقت كان انذار قبل كده، اللي هو كان عنده انذار قبل كده. اي انت عايز تديله حمرا هنا على طول. الغندور لا. الغندور بعض. عايز اسقف له، لان في حاجه اسمها فهم وتفسير وشرح، من فضلك بس نقف شويه عشان انا هتكلم في اللعبه دي مهمه جدا. اتفضل يا كابتن. لما يكون عندك كحكم حكم على الفار تقيل وعنده خبره فاهم القانون، ما عملش مشكله للحكم. محمد خد القرار طبقا لقناعاته، الغندور على الفار خد القرار وعمل كونفيرم اللي دي انذار وليس بتاع حمر. طب هقول لك تعال نروح للعبه دي، اللعبه دي مهمه جدا. هنا ديانج عنده نيه ازاء، نشوف يلا نشوف ديانج من فضلك لو سمحت. ديانج خلينا نروح للعبه اليو ديانج من فضلك لو سمحت. هنا هل هو عنده نيه ازاء؟ ما عندوش نيه ازاء لان هو رايح يلعب الكره كابتن شريف. كويس. حاجه تانية، هو التيشيرت اتقطع. ايوه. سؤال بلال شريف، لو انا رايح بقوه في الصدر التيشيرت يتقطع؟ لا. طب يتقطع ليه؟ ليه اتقطع؟ لان انا وانا رافع رجلي ونازل مسحت. أي. في مسحه في فرق بين ان انا امسح التيشيرت اتقطع، انما لو رايح بقوه زي ده او لعب عنيف لابد ان الرجل تروح واللاعب يسقط، وانا شايف ان هنا الرجل طلعت، مفيش نيه للإزاء. الراجل بيلعب كره وبالتالي هو رجليه نازله مسحت التيشيرت خدت الفانيلا اللي احنا شفناه، وبالتالي انا بقول دي اقصى درجات التهور، بحيي فيها الحكم محمد عادل والغندور، بقول ان دي حاله من حالات التمازح. اخر حاله معانا في دقيقه 83 يا كابتن بلال، خلاص شوف محمد عادل فين، احنا بنتكلم في 90 دقيقه اخر نهايه المباراه، نشوف ستوب 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 ستوب، هات الحكم 90 دقيقة في آخر المباراة، نشوف مخزون الحكم من لياقة بدنية، ماشي نمشي 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 بالحال. محمد دولي هنا ابتدى تحايل واضح جدا وعمل السقوط، محمد رايح وأشهر البطاقة الصفراء نتيجة التحايل وقريب جدا من الحدث. بقول محمد عادل النهارده كابتن شريف أدار المباراة بكفاءة طبقا للقانون، فهم القانون، كان كمان مع الحكم أحمد الغندور، ده الحكام الخبرة، احنا محتاجين يا جماعة في البداية ندي مردود كويس للتحكيم، حط لنا الحكام الخبرة اللي عندهم الشخصية التحكيمية عشان ننجح المسابقة. دي كانت آخر حاجة معانا كابتن أيمن، لو في أي سؤال نحتاجه. شاكرين جدا كابتن. ما سألتنيش برضك عن أحسن. قلت لنا في الآخر أحسن حكم، بس هو ناقص مباراة بكرة. ولكن لحد حتى الآن أحسن سبعة. حكم. سبعة. مش عشان هو حاكم للأهلي، النهارده هو عنده خبرات وعنده أحداث كتيرة. محمد عادل من وجهة نظري هو أفضل حكم كابتن علاء، على الأساس كان الحكم المساعد يوسف بساطي من دمياط. افضل حكم مساعد، الفار كان احمد الغندور حتى هذا التوقيت. نتمنى في كل اسبوع نقول حكام
ونشيد بيه الحكام في الفتره باذن الله رب العالمين. بنشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. وبينتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والاسماعيلي في الاسبوع الاول لمباراه الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي بربعيه نظيفه. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباراه القادمه ان شاء الله. حابب اشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد النعيم، الف شكر كابتن، امتعتنا. بشكرك كابتن نعيم، مبروك عقبال اللي جاي. الله يبارك فيك. كابتن عادل عبد الرحمن، مبروك يا كابتن، امتعتنا. بدايه جيده قوي الحمد لله. كابتن علاء مهوب، الف شكر كابتن، امتعتنا. شكرا هيما، والف مبروك للنادي الاهلي وبدايه جيده جدا الحمد لله. كابتن احمد بلال، الف شكر كابتن، امتعتنا. نايم شويه اساسا، كلمته ليه؟ بدايه جيده شويه. بدايه جيده خلاص، انت قلت بدايه جيده، هقول لك بدايه جيده. قول ماشي كويسه، بدايه جيده يا كابتن. شكرا كابتن، والف مبروك للنادي الاهلي. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.